نبلش فصل جديد او فصلين جديدات، لان الرابع والخامس هي فصل واحد حشوفوه، ملزم واحد اصلا. الفصل الرابع والخامس نجي اول شيء مقدمه نسولف عليها كدرجه، نسولف عليها كعدد محاضرات، ايش قد ونخلص. مو صعبات الفصلين، خاصه الفصل الخامس درجته بتجيب 20 درجه بسهوله تجي. راح احكي بالفصلين المتبقيات، الفصل الرابع والخامس. الرابع التكامل integration، والفصل الخامس معادلات تفاضلية differential equation. ذن الفصلين بنات، كل واحد طبعا الخامس هو عبارة عن موضوع تفاضل بي لازم نشتاق، والموضوع الثاني تكامل. اوكي، فمن نجي على الفصل الرابع بحدة بنات يجي عليه 30 درجة ويحتاج تقريبا 25 محاضرة. الفصل الخامس بنات يجي عليه 20 درجة وبالزايد يحتاج 5 محاضرات. كمقارنة درجات يعني اكيد واحد لازم يضبط خامس بسهولة، بس بنات الخامس ما ينضبط اذا انت مو زينة بالتكامل. هاي المشكلة، يعني لازم نضبط تكامل. خلصنا تكامل معناه انتهى المنهج، لان من حين نروح على الفصل الخامس، العشرة الاولى عبارة عن اشتقاق طريقة على وفت شيء كل سهل، والعشرة الثانية بنات عبارة عن تكاملات، بس تكاملات سهلة مو مثل التعمق مال الفصل الرابع. يعني أي واحد عنده معلومات بالتكامل يقدر يحل الفصل الخامس بسهولة. تمام؟ فالمتبقي عندنا إن شاء الله فصل رابع وخامس، ومبرهنات تمشي إلكتروني من يوم 10/3 إذا الله راد. هذني الفصلين بنات مو سهل على الطالب، يراد له محاضرات هواية صدقيني، بس هاي محاضرات هواية وتحلين بيدك. يقولون التكامل مثل التفاضل، ابدا بنات كمواضيع ما عليه. تفاضل ترى انت شفتوه خلاص، تفاضل عباره عن فهم، ترى معدلات مرتبطه بالزمن فهم. حتى رول، هاي النقطه اللي طلعها رول عباره عن فهم، واقدر ارسم لك اياها وتفتهميها. المباراه القيمه المتوسطه التقريب موضوع سهل اصلا، كان مو سهل، انه سهل كفهم، انه رقم ما اقدر احسبه ده احسبه بهاي الطريقه. ايجاد الثوابت، رسم الدوال، كلها بنات قريبه من الواقع. التكامل شويه جاف، شويه يراد نوع من الحفظ، وشويه نوع من الفهم، ويراد له تفكير. لازم انا شويه ابرمجك شلون تفكرين، شلون اقدر اعرف ان اشوف هذا التكامل بيش افكر. فبنات باي، اللي قرات الكتروني وياي من بدايه السنه تنسي لي كله لسببين. اول شيء بنتي، المحاضرات كل اسبوع محاضره، انت تشوفين جزء هذا الموضوع سهل، مو مثل ما تاخذين مواضيع متجمعه. يعني هسه من حناخذ هاي المحاضره سهله، اللي وراها بحدها سهله، اللي وراها بس من تتجمع نبدي نتخربط عادي. انا هذا اللي اريده، نتخربط حتى نبدي من اجي اقول لها نور هذا شلون تحلي، عندها بباله فالطريقه تمشي عليها، عندها بباله انه من اجي 1 2 3 قوس مرفوع لس ادور على المشتقه، ما لقيتها احاول اوفرها الى اخره. فبنات لازم نسوي لكم افكار، ما اقول حفظ، بس لازم شويه بي لمسه حفظ التكامل شويه كلش. اوكي، شنو التكامل؟ قبل لا نبدي بالقواعد ونبدي بال قواعد الاساسيه مال التكامل بنات، متميزات انتجريشن تكامل، راح نبلش كمفهوم بعض. بدايه التكامل عباره عن رسومات ومستطيلات ويقسم، هاي ما حاعبرها، حبلش رسم قواعد التكامل. هذاك الموضوع الكتروني جدا بسيط اصلا، ما كان يعطى، يعني الاحياء كان محذوف والتطبيق هم كان محذوف، صار له 5 سنوات هسه رجع في موضوع بسيط اللي هو الاصل مال التكامل. طبعا بقى بنات، احنا التكامل من حنبلش به هسه؟ هذا رمز التكامل. قبل لا تبدين بهاي رمز التكامل وقواعد، لا نبلش شنو اصل التكامل هو، يعني واحد يجي يكامل داله شنو معنى تكامل. اسمعوني بنتي بنات، هاي طبعا التكامل من المواضيع المهمه بالهندسه كلش كلش، المدني كل يحتاجه. من اجي مثلا عندي هذا فداله معينه f of x منحني، اوكي هذا فد منحني معين كيرف، هاي داله. اذا اجي اقول لكم احسبوا لي المساحه المحصوره بين هذا المنحني الى محور السينات مثلا لحد هنا، يعني اريد هاي المساحه، هاي المساحه تقدرون عندكم فد قانون يحسبها؟ ها اكو قانون يحسبها؟ ليش؟ لان شكل مو منتظم، شكل مو منتظم، لا هو مثلا مستطيل حتى يجي طول بعرض، ولا هو مربع، ولا هو اي شيء، ولا هو.
فبنات هاي المساحه تسموها اريا اندر ذا كيرف، مساحات تحت المنحني، المساحه المحصوره بين منحني ومحور سينات تنحسب بالتكامل. يجون هاي الداله مالتكم يجي يكامل الداله، بنات يكامل الداله، يكاملها راح يطلع على مساحه. هسه شوي ارجع لكم، طبعا اكو تكامل اللي اخذوا الكتروني، تكامل نوعي محدد وغير محدد. قبل لا انا قلت لكم حاعتبر انه ما منطي ولا محاضره، محاضرات جديده شرح تفصيل من البدايه. قبل لا ارجع على هاي السالفه، شنو معنى المساحات؟ ما بنات نحن نجي على التكامل. اول ما نبلش بالفصل خلاص عرفنا الدرجه، قلت لكم تقريبا نحتاج 30 32 محاضره نختم ان شاء الله. نبلش بالتكامل. حبدي قبل هاي بدايه صغيره، اللي يقول بنات التكامل عكس التفاضل، اوكي كعمليه بنتي كعمليه صحيح، وعكس التفاضل شلون نجمع عكس الطرح، بس بنات كمواضيع تشابه ماكو اي تشابه. يعني انت مو عبالك والله انا مثلا قارئ تفاضل نضبط اضبط تكامل، لا بنات المواضيع منفصلات، ما عليه التفاضل بالتكامل، تحتاجين اشتقاقات تعرفين ايه، بس ما تقولون اكو ربط بين الفصلين، لا بنات لا ما عليه، مواضيع هذا تختلف عن مواضيع التفاضل. بنبدي بنات بالتكامل، ما على ايدي. حناخذ فدالة معينة f of x، بس حفهمك شنو معنى التفاضل عكس التكامل. هاي الدالة f of x، x تكعيب زائدا x تربيع زائدا 2 او زائد 2x. هاي دالة، اذا اقول لكم اشتقوها، هاي كلها مقدمة، من اجي اشتق الدالة f فتحة x 3x تربيع زائدا 2x زائد 2، صح؟ كل سهولة اشتقيتها. بنات المفروض هاي الدالة إذا أكاملها ترجع الأصلية. أنتم هاي الدالة اشتقيتها؟ المفروض إذا أكامل هاي المشتقة، إذا أكامل المفروض ترجع الأصلية. بقى شلون؟ أنتم ما تعرفين ستكاملين؟ لا تعمل إطالة، بس راح نبدي. هاي المشتقة راح آخذها على صفحة. هذا رمز التكامل بنات. من خليتك معنا تكامل. 3 إكس تربيع زائدا 2 اكس زائدا 2، طبعا يكاملون بالنسبه للمتغير اللي هو دي اكس، تكامل بالنسبه لدي اكس. ما عليك انت هسه، انت ما تعرفين قواعد التكامل، بعدين مبادئ هذه. هذه انا كاستاذ اذا اكاملها، اكو قاعده تقول ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد، وهاي همينه تقول ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد، وتكامل الثابت اضرب الثابت باكس طبعا زائد سي. إذا تجيب اختصري 3 ويا 3 ايش يبقى؟ 2 ويا 2 ايش بقى؟ اكس تربيع زائد شنو؟ زائد هذا الثابت تكامل عوفي على صفحة. رجعت الدالة نفسها ولا ما رجعت؟ رجعت لو لا؟ هاي رجعت نفسها لو لا؟ أستاذ أنا مو ما أعرف أكامل، أدري بنتي بعدني ما بادي، بس دا أشوفكم إنه صحيح من يقولون إنه قعد شهد التفاضل عكس التكامل، هاي الدالة من اشتقيتها صارت هذه. من جهة كاملت المشتقة رجعت الدالة الأصلية. بس بنات بنتي كمواضيع ضمنية ما حد تشوفين هذا التشابه، ما حد تشوف هذا الشيء. زين إذا بنات هاي كقصدهم من يقولون هاي دالة اشتقيتها، إذا أرجع أكاملها ترجع الدالة الأصلية، بس قلت لك هذا الحكي صار ما أحتاجه. بنات التكاملات نوعين، اسمعين نجي نتفق على سالفة هسه، انه التكامل هذا الرمز مالته تكامل بالنسبة المتغير، مثلا بالنسبة لدي اكس اكو نوع من التكامل، اكو تكامل يسموه محدد، تكامل محدد، واكو بنات تكامل اسمه غير محدد. هاي بدايتنا البسيطة. بنات التكامل المحدد من تجيكم دالة بيها تكامل، حيكون على رمز التكامل اكو ارقام يسموه تكامل شنو؟ هسه انا ليش رجعت على حتى اجي شوية سولف هنا. مثلا بنات تكامل محدد من الواحد للثلاثة، فالدالة معينة مثلا x تربيع زائدا 2x الكل دي x، هذا يسموه تكامل محدد. شنو يعني محدد؟ هاي شنو هالارقام؟ شو تمثل الارقام؟ هسه جايج. واكو بنات تكامل غير محدد، يعني هذا رمز التكامل ما عليه ارقام ما عليه حدود،
نفس الدالة، حتى نفس الدالة اكس تربيع زائدا 2 اكس الكل دي اكس. بنات هاي بس الفهم من البداية، هاي بعدين بعد 6 محاضرات لنا نوصل له. تكامل محدد بنتي، هاي الارقام هي حدود التكامل، حدود المساحات. باي انا هسه ارجع لك شويه، انا قلت لكم اذا اريد نحسب مساحه بين شنو؟ بين منحني ومحور سينات شو نسوي؟ نكامل. بس انت ما دام تقولين بنات مساحه لازم مساحه شو تكون؟ محدده صح؟ لازم اكو حدود. هسه انت قلتي لي الفوق والجوة المساحه المحدده بين منحني ومحور شنو؟ بقيمنا ويسرى. مثلا انت قلتي لي واريد من الواحد لحد وين؟ لحد ثلاثة، هاي قيم اكس بنات. هاي الارقام الواحد والثلاثة هي حدود المساحة. مساحة بنتي صار اقول لك حسبي المساحة هذا؟ لو اكو حدود لازم اقول لك حسبي المساحة هاي القاعة، القاعة بها حدود. فانت من تحكين بنتي هذا المنحني فوق محور سينات جوزين يمنى ويسرى منه، هاي بنات اللي خلوها هنا الارقام الواحد والثلاثة او صفر واي رقم اي رقمين، هاي يسموه حدود مساحة. مساحات بنتي، هذا التكامل يطلع مساحات. هاي لكم بنات تستفادون، هاي ماخذين احنا كل السوالف بالهندسه، والحمد لله انتم الجزء الاخير من التكامل، يعني ما منطي بس قواعد، رايح بهالاتجاه النيابه تطبيقات التكامل، شلون نحسب مساحه محدده بمنحني ومحور سينات ومن الى. فبنات حتشوفون اكو تكامل محدد، هذه الحدود هي حدود مساحه، حدود التكامل يسموها. تمام زين، ابو الكتاب نبلش من هنا. اكيد احنا ما حنبلش بالتكامل المحدد بنات، حنبلش بالتكامل غير المحدد، يعني ما عندي حدود، يعني ما يطلع لي هنا بنات الناتج يطلع عباره عن شنو؟ الناتج يطلع عباره عن رقم. شنو هذا الرقم؟ هذا الرقم البنات طلع لكم هو يمثل مساحه. بعدين راح ناخذ اخر موضوع هنا بنات، الناتج اللي حيطلع له عباره عن داله، يعني فالداله مثلا اكس تكعيب على 3 زائدا 2 اكس تربيع على 2 زائد سي الى اخره، يطلع الناتج عباره عن داله. فبنات حنبلش تكامل غير محدد، هسه يلا حتبلش محاضرتنا، حنبلش بالقواعد الاساسيه للتكامل. شنو يعني قصدي؟ بنات من تبدون اشتقاق، مو عندنا مشتقة ثابت صح؟ مشتقة ثابت شنو؟ صفر. مشتقة متغير مرفوع الاس، انزل الاس المتغير نفسه اطرح الاس من واحد. مشتقة قوس مرفوع الأس، أنزل الأس القوس نفسه أطرح الأس من واحد في مشتقة داخل قوس. بنات هاي تسمى أساسيات صح؟ بس أساسيات مهمة، بكل سؤال بالتفاضل كنا نشتاق. فنفس البداية بنتي راح نبلش أساسيات تكامل، بس هاي المحاضرة أساسيات، من المحاضرة الجاية لا الأسئلة اللي تجي وزاري بدون ما تخافين بنتي. التكامل ما يخوف أبد أبد ما يخوف، بس راد لمحاضرات هواية، تشوفيني هواية، لازم تشوفون الصبورة هواية، نحل أسئلة هواية، نضبط بكل سهولة بداخل القاعة. فبنتي هسه حيبلش، هاي كلها مقدمة، حنبلش قواعد التكامل وراح نبدي نصعد نصعد، حتشوفين يوميا نفسك تتطورين. متفقين؟ حبلش 5 قواعد، ما نطلع من القاعة إذا مو الكل فاهمها، وبسهولة إن شاء الله راح نبدي بأسئلة بسيطة لحد ما راح نوصل سؤال اخر واحد تشوفيه السؤال يخوف، راح نحله بهدوء. بنات هي عباره عن تجميع معلومات، بس اسمعيني شويه. راح ابلش باول قاعده من نابا، خلاص بدا التكامل. اول قاعده بالتكامل بنات، رمز التكامل عرفناه باع على ايدي. تكامل الاكتبه بنات بالبدايه هذا ما احتاجه، افهمي من عندي. تكامل اي دي اكس، خلينا نتفاهم شويه. اول شيء بنات هذا رمز التكامل. الدي اكس بنات معناه دا اكامل بالنسبه للمتغير منه اكس، يعني المتغير هنا مالتنا اكس، بس اكس هو كلها بنات عادي، متغير تي تايم زمن، متغير واي، بس هسه من هنا لحد اخر المحاضرات كله بنات المتغير مالتنا من هو اكس، دا اكامل بالنسبه للمتغير اكس. معيني هذا الاي شنو هو؟ هذا بنات ثابت، هذا الاي فد عدد ثابت. زين من اجي شلون اكامل الثابت؟ اسمعوني بنات، شنو مشتقة الثابت؟ صفر. شنو مشتقة اكس تربيع؟ 2 اكس صح؟ بنات دائما بالاشتقاق تقل، الاس يقل، اذا هو عدد ثابت مشتقته شو يصير؟ صفر. التكامل ياسمين بالعكس، راح يكبر، اذا الاس يكبر، اذا الرقم احنا نخليه الاكس،
فبنات بالتكامل دائما خلي الفكره ببالك انه احنا نزيد الاس، لازم انا اخلي كانه ماكس، بالاشتقاق بالعكس. اسمعيني بنتي، انا عندي تكامل الثابت، شو تقول القاعده؟ من اجي اكامل ثابت تقول نضرب الثابت باكس زائد سي. باي اضرب الثابت اللي هو ايش قد؟ اضرب الثابت باكس زائد سي. شنو سي؟ دائما حنخلي بنات زائد سي هاي رمز العفو، ثابت التكامل بعدين نسولف فيه. هذه اول قاعده تخليها ببالك، راح نجي نترجمها بطريقتنا اللي هي احتاجها من عندك. با علي بي. بنات تكامل الثابت، هسه نسولف على الثابت، نسولف على كل شيء، بس اريدك تعرفي لي من اجي اكامل ثابت هو شنو الثابت بنات؟ اي عدد، اي عدد موجب، سالب، جذر، كسر، المهم ماكو يا شنو؟ اكس يعتبر ثابت. شنو تكامل الثابت؟ باي نضرب الثابت باكس زائد شنو؟ زائد سي. اريد هذا من عندك يعني. تكامل اي عدد ثابت نضرب الثابت باكس زائد سي. ها هي خلصنا. السي هسه راح نفتهمه شويه شويه. اسمعي يا بنتي، راح نجي نطبق امثله هواي على كل حاله حتى تفتهميني. استاذ ثاني ما عرفت شنو الثابت. بنات ثابت اي عدد موجب او حتى لو سالب او حتى لو كان تحت شنو؟ عدد تحت الجذر او العدد كان كسر، 1/3، 1/4، هذا كله يسموه ثابت. تبع علي دي. 1 تكامل لاثنين دي اكس. مع بنات هذا رمز التكامل، دا كامل بالنسبه للمتغير منه اكس. شنو هي القاعده؟ قاعده تقول تكامل منه ثابت. شنو تكامل ثابت ريهام؟ نضرب الثابت باكس زائد سي. اجي اضرب الثابت باكس زائد سي، انتهت بنات. هاي مشتقة الثابت صفر مع اقل، بس تكامل الثابت لا، نضرب الثابت باكس زائد سي. مع بنتي من تكاملون، اسمعينا حتى تكمل معلوماتك، من تكاملون هذا رمز التكامل يروح ويا من؟ يروح ويا الدي اكس. هذا التكامل ياكل الدي اكس من اكامل. شو وقت كاملت؟ من قلت نضرب الثابت باكس خلاص كاملتي، من بنتي زيدتي الاس مال اكس خلاص كاملتي انتي. فمن اكامل احذف التكامل يا من؟ ويا الدي اكس. ما افتهمنا استاذ، اصبري لي واحده واحده على كيفنا. تكامل سالب 2 دي اكس. بنات بعدين السالفه تتعقد، فلازم اول نظره من تجي نور عمار تعرف هذا ايش تسوي، شنو هو التكامل مال يا قاعده؟ ورا السالفه سهله نسولف فيها. تكامل شنو بنات؟ ثابت. زين ليش ثابت؟ لا ماكو يا اكس، صح؟ ماكو يا اكس. بنات ايش اعتبر؟ شنو التكامل الثابت؟ نضرب الثابت باكس زائد سي، دائما زائد سي بكل القواعد بنات. فحجي اضرب الثابت باكس زائد سي. من تملون قولوا لي حتى اوقف. هذا التكامل ويا الدي اكس روح. من تكاملين؟ 3 تكامل 1/2 دي اكس. شو يعتبر 1/2 بنات؟ ثابت صح؟ يتغير هذا؟ مستحيل بنتي، هو قيمته 1/2. تكامل الثابت شنو؟ نضرب الثابت باكس زائد سي. باي بنات اكيد اكيد انت كطالبه تعرفين يجينا هذا، بس بنات نحتاجه، يعني اي معلومه راح تنذكر على الصبوه راح تحتاجيها بنتي. فانت من البدايه خلي اساسك قوي. احنا بالاشتقاقات ما بدينا هيك باعتبارتي ما اخذتي صح، بس هسه نور لا استاذ انا اريد تبديني من البدايه من الصفر، اكلم بهاي عادي محاضره انت عليها ما عندي مشكله. بنات راد لاساس اساس اساس ورا، شلون اعلمك تبديني تفكرين من ابا على هذا السؤال؟ شلون افكر انا كنظره؟ شلون افكر؟ هاي مشكله التكامل. طلاب حفظ حفظ حفظ، يجي السؤال ما يعرف منين يبلش، ما يعرف منين يبدي، ما يعرف بيش يفكر اصلا. فبنات هسه حفظوا وياي بس محاضره اليوم ورا نسوي افكار. يلا التكامل الثابت، نضرب الثابت باكس زائد سي. السي استاذ سولفنا على السي. بنات هذا السي سموه ثابت التكامل، انتجريشن كونستانت. هذا فالثابت يخلي ويا الداله، هسه اقول ايش ليش ثابت التكامل. من نروح على القاعده الثانيه. زين بعد 4 تكامل جذر 2.
بنات من عند جذر شو نسوي؟ شقة قبل المشتقة. ليش لا؟ لأن أول شيء هذا عدد ثابت ما بي إكس، صح؟ فشنو تكامل الثابت؟ نضرب الثابت بإكس زائد سي، عادي جذر 2 إكس زائد سي. مو نسوي 2 أس نص و يفيدني بنات ذاك جذر إكس. فباعوا هم تشوفون من داء كامل يروح التكامل يا من ويا دي إكس. شو عرفت كاملت بنتي من زيت الأس؟ ما زيت أنا بلي بنات، من كان رقم بحدة بنتي معناه الإكس مرفوع للصفر، صح؟ بنات إكس يوم الاثنين معناه اكو إكس الصفر، فبنتي أنا زيت الأس ترى، فضربت بإكس زائد سي، فمن أنتي خليتي إكس زيت الأس خلاص كاملت رأسا تعثين التكامل ويا من ويا دي إكس، متفقين؟ بعد ما خلصت. خمسة باي تكامل اثنين دي واي، شنو تكامل الثابت؟ نضرب الثابت نضرب الثابت بواي زائد سي، مع انه ما راح نحتاجه هسه اغلب تكاملاتنا الا حد اخر محاضره، صدق اخر محاضره اخر نص محاضره بنات مرات تجينا دي واي، يعني هنا باي ده كامل بالنسبه للمتغير منه، فاضرب الثابت بواي زائد سي عادي بنات. اوكي طبعا اكيد، بس هو بعد انت انت خلي بس كل اكس، كل شغلنا على اكس، بس حتى لا تظلين انت حفظ لا استاذ عاده كامل بالنسبه لغير رمز عادي طبعا. فبنات بقى هنا نضرب الثابت بواي زائد سي، اذا قاعد كاملين بالنسبه للزمن اضرب الثابت بتي زائد سي، كلش طبيعي. ستة كافي تكامل مثلا كي دي اكس، بنات الكي يعتبر ثابت او متغير؟ متغير، ما اعرف قيمته، لا استاذ مو متغير، لان الوحيد اللي يعتبر متغير هنا من هو الاكس، ذا كامل بالنسبه للمتغير اكس، فهمنا بنات يعتبر ثابت. خليني اسدد محاضره الكتروني. باو تكامل الثابت نضرب الثابت باكس لوتي، ليش؟ ليش تي عسل؟ بنات اذا ذا كامل بالنسبه لاكس نضرب الثابت باكس زائد سي. تكامل الثلاثه 3 اكس زائد سي، تكامل سالب 3 سالب 3 اكس زائد سي، اي رقم بنتي يجيك اي عدد ثابت ماكو يا متغير، فتكامل بنات نضرب الثابت باكس زائد سي. لا تنسين احذف التكامل ويا الدي من اكامل، من اشوف الاس ازداد، واحدة تقول لي استاذ الاس ما ازداد، لا بنات هذا الاكس الرقم العفو من بحده معناه الاس مال اكس مالته شنو؟ صفر، لان اي شيء مرفوع الاس صفر قيمته شنو؟ فهذا معناه بنات ترى احنا زيدنا الاس. اوكي زين، هاي القاعده الاولى، القاعده الاولى طبعا سهله وكلها سهلات، كلها سهلات وحلوات وما تتعب. نجي بنات قلت لكم هذا ما احتاجه حتى بالملزم من تقرير، راح احتاج تكامل اي دي اكس، لا احتاج تعرفي لي هاي القاعده، تكامل الثابت نضرب الثابت باكس زائد سي. طبعا بنات لا تنسين الاكس ممكن يتغير، بس احنا هسه بدنا نحكي على تكامل بالنسبه لمن؟ دي اكس. اوكي زين، قاعده الثانيه لا حتصير مهمه كلش، والثالثه وراح ما نوصل للخامسه الاهم. قاعده الثانيه بنات تكامل اكس مرفوع الاس ان، شلون من نشتق بنات متغير مرفوع الاس؟ نفس الشيء حكامل متغير مرفوع الاس دي اكس. بنات بالاشتقاق كنت شو تسوون؟ انزل الاس متغير نفسه اطرح الاس من واحد. تدرين راح اسوي عكس العمليه بالضبط؟ حسوي عكسها بالضبط، باع بنتي. تكامل متغير مرفوع الاس، شو اسوي؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل ينضرب، قلنا كنا ما حافظين شيء بنات. يلا نرجع بعد هسه نرجع من جديد، استاذ شلون اكامل متغير مرفوع الاس؟ بنات وحده تقول ليش قاعد تقسم على الاس الجديد؟ انا اقول ليش؟ بنات بالاشتقاق كنت تنزلون الاس، صح؟ من انزل الاس شنو معناه؟ ضرب والمتغير نفسه واطرح الاس من واحد، عكس العمليه ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد. باعي الضرب عكس قسمه والطرح شنو عكسه؟ جمع، فضاع على ايدي.
من اجي اكامل هذه بالبدايه قلت لك القاعده الرئيسيه بنتي لا انا احتاجها وانت تحتاجيها، بس نكتبها عن العين، انه حيصير ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي، وبعدين نتفاهم كل شيء برا التكامل ينضرب بي بعدين. استاذ ما افتهمت حقك، صبري لي ما تفيدنا، ما توكل خبز هذه باي. تكامل مت شنو مرفوع الاس من هو؟ تكامل متغير مرفوع لاس. انا بالي اسئله انا حجاوب. الاس ايش قد لازم يكون؟ موجب سالب كسر صفر ايش قد؟ هاي واحد. استاذ غيره وش نعرف القاعده؟ دقيقه حقش تكامل متغير مرفوع الاس باي شو اسوي؟ نزيد الاس واحد ونقسم على الاس الجديد زائد سي. هاي القاعده اللي احتاجها بنات، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي. همين بعدني ما افتهم سؤالي باري على الاس جايش بنتي. هسه واحده واحده ايش قد ممكن يكون الاس؟ واحده واحده على كيفش. تكامل باي، تكامل اكس بنات بوحده دي اكس، هذا التكامل شنو؟ ثابت؟ ثابت؟ لا، متغير مرفوع الاس. قد الاس احنا شو نسوي؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي. ازيد الاس واحد هو ايش قد الاس؟ زيدي واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي. خلصنا. زي واحده اهم حد يقول ايش مدري كاملت بنتي من يزداد الاس معناه سويت كاملت. من قلت هاي ازيد الاس واحد كاملت. ناب انت من قلت نضرب الثابت باكس معناه عائشه كاملت زيت الاس، كان لانه كانه ما قد الاس صفر وخلينا اكس معناه صار الاس واحد. فضاع بنتي ها طبعا 100% طبعا طبعا 100%. هو احنا نكمل بالنسبه للمتغير اكس، فالمتغير الوحيد حيكون عندك هو من هو اكس. ما دام اكس صار خلاص متغير مرفوع الاس، لا خلاص ثابت ذاك يعتبر. اثنين واحدة واحدة حتدرج كلش على كيفي، أريد يصير ملل بالموضوع. تكامل اكس تربيع دي اكس، هذه يا قاعدة، قاعدة تكامل متغير مرفوع الاس، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي. اوفت من كل شيء برا التكامل، يصير اكس ازيده واحد اكس تكعيب على ثلاثة زائد سي. باي، هذا اللي نسوي بنات، دا ازيد الاس هذا اثنين ازيده شنو؟ واقسم على الاس الجديد، والتكامل ويا الدي اكس ايش بيه؟ يروح. بعدنا ما افتهمنا، بعدكم ورانا شغل. ثلاثة تكامل اكس تكعيب دي اكس، اريدك تعرفي من تباين انه هاي قاعدة، احنا ما اخذنا بس اثنين هسه، لو ثابت لو تكامل متغير مرفوع الاس، الثابت اتفقنا رقم ما ويا بنات لا اكس صح ولا عدد رقم بوحده ماكو يا متغير، هذا لا تكامل متغير مرفوع الاس. شو اسوي؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي، ويساوي اكس اس أربعة على أربعة زائد سي. همينا من ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد معناه كاملت، احذف التكامل يا دي اكس. بنات اذا تشوفون كل الاسس اللي اخذتها موجبه صح؟ انا ببالي سؤال هنا شنو ممكن يكون الاس؟ بنات عادي الاس يكون موجب، وعادي الاس يكون سالب، وعادي الاس يكون كسر، كلها عادي ما عدا رقم واحد ممنوع. هسه جايكم، لا مو صفر، صفر بنات هذا اسمعوا بنتي، جايكم جايكم. بعد كل الاسس عادي بهاي القاعده ما عدا اس واحد ممنوع بهاي القاعده. بعدين نحكي بيه هسه، احنا بعدين نحكي بيه. اربعه وصلت اربعه، تكامل اكس اس سالب اثنين دي اكس، يا قاعده تكامل متغير مرفوع الاس. بنات لا تقولون انزل الاس جوه، انه انزل هذا جوه حتى يصير موجب، لا
لازم احنا نكامل فوق. يعني شنو كامل فوق؟ يعني بنات بالعكس اذا عندي الاكس بالمقام اصعده فوق، عادي سالب العد عادي شك بيها. متغير مرفوع الاس ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي عادي، فباش حيصير. بس دير بالك من اجي ازيد الاس واحد، شو كان بنفسجي اكتب هذا، ازيد الاس واحد سالب اثنين زائد واحد، شي يصير سالب واحد على سالب واحد زائد سي. اوكي خلي شغله ببالك بنتي، من تخلصين تكامل اكو تكاملات لازم نرتبها، نواتج ارتبها نحكي بيها بعد شويه، يعني هذا ما يصير يبقى هيك. اوكي انزله جوا ورتبه، بس خلي نحكي بالترتيب بصوره عامه بعد شويه. هسه انت قاعد تقرين قواعد تكامل، تكامل واحده تقول ليش قل؟ انت مو قلت نزيد بنتي، مو هو سالب اثنين زاد واحد صار سالب واحد على سالب واحد، ما علي دي. خمسة تكامل اكس اس سالب ثلاثة دي اكس. يا قاعدة، قاعدة تكامل متغير مرفوع الاس، شو اسوي؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد، زيدنا الاس بنات لو قللناه، زيدت بنتي لان هو الاس اصلا سالب، ما علي. همين من زيدت الاس واحد وقسمت على الاس الجديد التكامل يروح ويا من؟ ويا الدي اكس. زين اذا باع شويه شويه راح نبدي نتعمق شويه. سته تكامل واحد على اكس تربيع دي اكس. باع بنتي هسه اريد تبدين تفهميني. اول شغله خليها ببالك، لا تكاملين شيء جوا، لا تكاملين متغير جوا ابد. اول شيء تشوفين اذا لقيتي فد متغير جوا راسه وين صعدي؟ اصعد واكامل. باع بنتي اقدر اكامل هذا؟ ليش؟ ومتغير مرفوع الاس بنات بس وين صاير؟ جوا صاير. زين شلون راح اجي اكامله؟ اصعد واكامل. باعي بنات التكامل ينشال؟ لا. ايش وقت ينشال التكامل؟ من ازيد الاس واحد معناه كاملتي كبرتيه، خلاص كاملت، بعد يوم كامل استاذ. هذا جواها صعد فوق، فالقاعده تقول صعد وكامل. اصعد فوق شو يصير؟ يصير اكس اس سالب 2 دي اكس، هو عادي المتغير مرفوع للسالب عادي طبعا شكوا بيها. زين على قاعده حكامله، قاعده متغير مرفوع الاس، شو تقول القاعده؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد. وطبعا قلت لكم لازم اخير شيء النواتج نهتم بترتيبها، هسه احنا نهتم ان شلون اكامل بنات. فبعد اكيد بعدين واحده راح تنسى تقول ليش ما شلت التكامل؟ بنتي انا هسه ما كاملت، بس هذا المتغير وين وديته؟ صعدته فوق، فصعد وكامل. اول شيء صعدي وبعدين كاملي. من جد زيدت الاس واحد التكامل يا من يروح؟ ويا دي اكس. مليتوا ولا بعد؟ لا بعد. سبعه متغير مرفوع الاس، ما راح تلاقي ولا يسرى بعدني. تكامل اكس اس 3 على 2 دي اكس. عادي مو؟ هو اذا الاس كسر بنات باي. ما دام القاعده متغير مرفوع الاس شو نسوي؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي عادي. بس بنات من تقولين 3 على 2 زائد 1 تروحين على صفحه 2 في 1 2 زائد 3 يطلع 5 على 2. من يجيكم الاس كسر بنات ماكو داعي تسوون هاي الطريقه، مباشره اجمع البسط ويا المقام على المقام. اجمع البسط ويا المقام بالاشتقاق كنا نطرح، لازم اقلل. هسه اقول 3 زائد 2 5 على 2 مقبوله وزاري ما عليه، هو بنتي هو ما ينتظر من عندك تكبير الجمع. فبنات من يكون الاس كسر باعي راح اجمع هسه بسرعه ويساوي. بنات هو شنو معنى الاس كسر؟ يعني جذر صح؟ من يكون الاس بنات كسر معناه جذر تربيعي والداخل تفقين؟ راح نجيها هسه احنا. اجي على ايدي ازيد الاس واحد شو نسوي؟ نسيت بنات انا راسا اجمع بسط ويا مقام على مقام، 3 زائد 2
خمسة على اثنين وقسم على خمسة على اثنين زائد سي. خلصنا. فبنات من يجين الأس كسر شو أسوي؟ أجمع بسط زائد مقام على المقام. بالاشتقاق كنا نطرح البسط من المقام على المقام. نفس الشيء بنتي هنا أنا أجمع البسط ويا المقام على المقام. باعي نصيحة بنات، هذا يصير يبقى بعدين هيجي؟ لا، هسه ورا شوية هعلمكم. يعني هذا أنا دا أقول لك ما يصير يبقى هيجي، يحتاج ترتيب. بس شوية نرتبه، أستاذ ما نريد نعرف ترتيب، بس احنا نريد نتعلم قواعد، اسمعيني. يلا، ثمانية تكامل جذر اكس دي اكس. مو قلنا مو شقة بالتكامل؟ شكه يراد له تكامل شكه. باع بنات بالاشتقاق من كنا نشتق الجذر كنا شو نقول؟ شقه قبل المشتقه. نفس الشيء بنات هنا بس تصير شكه. يعني هذا الجذر ما اقدر اكامله، لا تكاملين بالمقام ولا تكاملين جذر. استاذ يراد له شكه، هذا يصير اكس اس شنو؟ اس واحد على اثنين دي اكس. دقيقه، ليش ما اخذت التكامل؟ لا انا بعدني ما مكامل، أنا ما كاملت بنات، بعدني ما زيد الأس واحد، بس هذا الداخل على الخارج، الداخل والخارج واحد على اثنين. هسه أكامل على قاعدة، متغير مرفوع الأس، شو نسوي؟ أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد سي. تبقين أرجوان؟ زين. أجي، أرجوان قال أستاذ هذا همين أجمع البسط ويا المقام على المقام، يعني شو نسوي؟ واحد زائد اثنين ثلاثة على وقسم على الأس الجديد. لا تنامي مريم مضاح. ويساوي اكس أس 3 على 2 على 3 على 2 زائد سي. شوية نطلع برا التكامل، اسمعوني بنات، كل التكاملات من راح نكامل بالأخير عندنا ثلاث خطوات نسويها فقط للترتيب. باعي كاملتي خلصتي استاذ، هذا مالتي شو الناتج مخربط ما حلو. باي اكو واحد شي يخلي ناتج؟ لا. فعندنا طريقه اسمها اقلب ورجع نزل. اسمعي اسمعين شويه، اقلب رجع نزل. ها ادري هاي بسرعه عامه. باي بنات، اي سؤال من تخلصين بنتي حتى لا حد تسالني شو اسوي، اقول لك بنتي تشيكي اقلب رجع نزل، ما تروح مبالش بعد. شنو اقلب؟ شنو رجع؟ شنو نزل؟ اسمعيني بنات، الاقلب هاي اقلب، الاقلب بنات اذا المقام كان كسر اقلبه. يا سجلت هنا المقام ثلاثه، شو اسوي له؟ في على ثلاثه. فباعي اقلب اذا المقام، اذا المقام شنو كان؟ اذا المقام كان كسر بنات اقلبه، اذا كسر يعني اذا بس ثلاثه عادي ما عندي مشكله بيه. رجع شنو قصدي برجع؟ بنات تعرفون انا قايل لكم الدنيا دواره، هسه هذا مو سوينا له تشكه؟ هاي انا على مود اقدر اكامل. بنات من تخلصين هذا الاس 3 على 2 ارجع على اصله، شنو اصله؟ جذر، اصله جذر تربيعي والداخل ايش قصر؟ فمن اقول رجع شو وقت ارجع؟ اذا الاس شنو؟ باعي اقلب اذا المقام كان بيكسر، ارجع اذا الاس كان شنو؟ زي شنو نزل؟ اذا الاس كان سالب. اذا بنات الاس سالب يصير يبقى فوق؟ شو اسوي؟ بس مو شرط هاي الخطوات الثلاث تلقيها بالسؤال، لا جزء بس اقلب بس ارجع انزل ما اعرف. فباعي نانا ثلاثه نزل اذا الاس بنات سالب. قلت لك اريد تملين اكتب تفاصيل ممله حتى الموضوع ينضبط. اخر فصل هاي مسؤوليتي تصير بنتي، لفصل البقيه تلحقين تقريها وتتلاحقين وتراجعيها، هذا شغلتي بالقاعه بعد. اقلب ورجع نزل، الا اقلب وارجع وانزل، لا بنتي حسب الموجود. اذا هاي بنات تعرفوها لو ما تعرفوها، إذا المقام كسر إذا كسر أقلبه، إذا الأس كسر أرجع شنو؟ جذر، وإذا كان الأس سالب وأنا وديري أنزل جوا. فاسمعي يا بنتي
هسه على هذا السؤال اقلب ارجع انزل؟ لا باي اقلب ارجع لا تنزل. هذا ينقلب من نمو. استاذ اريد ارتب قلبي هنا بنت عادي. زين هذا استاذ الاس شو مخربط؟ ارجع على اصله شنو؟ جذر. طبعا بنات الجذر بالتكامل او بالاشتقاق مستحيل يتغير. يعني اذا جذر تربيعي يرجع جذر تربيعي، بس الداخل عادي يتغير. مستحيل جذر بنات يتغير، لان بنات المقام ما يتغير بالتكامل او بالاشتقاق، صح؟ مستحيل. فلا حد يتغير دليل الجذر، مستحيل دليل الجذر يتغير اشتقاق او تكامل، الداخل عادي. فباي اقلب اي ارجع اي انزل؟ لا. ليش ما انزل؟ لان الاسم مو سالب. فبنات هنا اقلب ارجع لا تنزل. باي ايش راح يصير؟ ويساوي. طبعا لان الاسئله كلها بنات تحتاج الى ترتيب. هاي من المساحه هاني اقلب 3 على 2 تنقلب شو يصير؟ 2 على 3 شو يرجع؟ انزله؟ لا. بمكان جذر اكس الداخل تكعيب والخارج زاد شنو؟ سي. تقول لي ليش ما نزلته؟ لان بنتي الاس مو سالب. فباعي اي سؤال بنات بالاخير تعتمدين على طريقه اقلب رجع نزل. مرات اقلب رجع تنزل حسب السؤال. بعدني ها عينتي. لا بنتي اي سؤال باعوا بنات هاي الطريقه. هسه مو انا قلت لك من بديت مثلا هذا ليش ما نزلته؟ واحده حتقول لي مو انا كنت افهمك قواعد. شويه شويه كل شويه ذبل حكايه منها تتكامل السالفه عندك. يعني قصدي القاعده تصير عندك متكامله. شلون تحلين سؤال كامل للاخير شويه شويه. فاكيد انت انا ما ارد ادوخك هنا ننزل وما اعرف. لا شويه شويه ابدي اضيف اضافات. اوكي. فاي سؤال من تخلصي جنات لازم السؤال يكون مترتب. شلون؟ ما عندي غير هاي الثلاث شغلات. اقلب ارجع نزل. ممكن ما انزل حسب الاس وحسب المقام وحسب الاس اذا كان كسر او لا. زين بعد على هاي باع على ايدي 9 تكامل تحت الجذر اكس تربيع وناقص 5 دليل. اقدر اكامل؟ راسا اقدر اكامل؟ هذا ما اقدر اكامل لان جوه. هذا لان الجذر شكه صغيره. باعي اكس اس 2 على 5 بنات راح التكامل؟ شو وقت تروح التكامل؟ من اقول ازيد الاس 1 واقسم على الاس الجديد معناه كاملتي بنتي. مليتي روان؟ اجي باع على ايدي. بنات هيك من نجي نجمع شو نقول؟ 2 زائد 5 على 5 ازيد الاس 1 واقسم على الاس الجديد. الطريقه السريعه راح اجي اقول اكس أس 7 على 5 على 7 على 5 زائد سي. بنات مرتب السؤال؟ أقلب أرجع نزل. نجي أقلب أرجع أنزل. فأقلب أرجع لا تنزل. حيصير بنات 5 على 7 تحت الجذر اكس هذا 7 وهنا زائد سي. 10 تكامل هسه نريد الاس يكون سالب وكسر. مثلا اكس سالب 3 على 2 دي اكس. القاعده شنو؟ المهم تعرفين القاعده بنتي. تكامل لا هو مشكوك. تكامل باي متغير مرفوع الاس. استاذ الاس سالب بنتي انا قلت لك كلها عادي عدا واحد صراحه نسولف بيه. تكامل متغير مرفوع الاس عادي ازيد الاس 1 واقسم على الاس الجديد. هنا أنا اجمع البسط ويا المقام على المقام على شقد؟ على 2. باي هو ترى حيزداد بس حيبقى سالب. سالب 3 على 2 بنات هم راح ازيد اجمع البسط وهي المقام على المقام. بقى ايش حيصير؟ ويساوي ناتج حيصير اكس السالب 1 على 2 على سالب 1 على 2 زائد
هم زيدت الأس واحد وقسمت على الأس الجديد زائد سي. اسمعي، مرتب، أقلب إي، أرجع إي، أنزل إي، لأن بنات الأس شنو هذا؟ سال. وين مكانه؟ جو، حتى يصير مرتب. فهنا أنا أقلب ورجع نزل، باي، هذا حقلبه. سالب واحد على اثنين قلبي يصير سالب اثنين على واحد، يعني سالب اثنين. زين، دقيقة بنات، هذا قلنا رجع جذر، وين نزله؟ جوه، يخليه جوه الاثنين، تحت الجذر، اكس، الداخل واحد والخارج، ما حعيت. بنات السالب واحد على اثنين، قلبي يصير سالب اثنين على واحد، صح؟ إذا تريدين ايش كذي باعي، سالب اثنين على واحد. هاي خلصنا، زين. هذا بنات هو لازم وين ينزل؟ جوه، هاي عمي هنا جوه. جو اكس اس نص، زين شنو معنى اكس اس نص؟ معناه جذر اكس، صح؟ ماكو داعي تخليني شي كسرين، هو هذا سالب اثنين على جذر اكس، سالب اثنين على جذر اكس، هذا بنات الناتج، فلازم بالاخير الناتج يكون مرتب، لازم. اصلا بالتكامل محدد، محدد هاي غير محدد كله، تكون اكو ارقام. مجبور بنتي ارتب السؤال حتى اقدر اعوض. اكو ارقام هنا على الحدود، حدود تكامل تمثل، من اجي اعوضها هنا من اعوضها شنو؟ ما استفاد، صح؟ ما اعرف اطلع ناتج، فلازم بنات السؤال يكون مرتب. اسمعيني بعد. نعم. اوكي. مفتهمش بنتي، هذا سالب واحد على اثنين لان المقام كسر. اذا المقام كسر قلبته فوق، يعني صار سالب اثنين على واحد. اذا الاس كسر شرجع جذر. شنو معنى اس واحد على اثنين؟ معناه تحت الجذر اكس، الداخل واحد والخارج، بعد ليش خليته جوا الجذر؟ لان سالب. انا ليش بقيته فوق؟ لان الباعي موجب. فهذا مرجع الجذر الداخل، داخل ايش قد؟ 7 والخارج 5، بس ليش بقى فوق؟ لان الاس موجب. هذا نفس الشيء اك واحد بالضبط، واحد اثنين، بس انزله وين؟ جوه. فباعي نزل اذا الاس كان شنو؟ سالب. نجي بنات على فتحاله، هنا راح نشتغلها وحدها. بنات المفروض هنا انا كأب رياضيات اكتب انه تكامل متغير مرفوع الاس نوال عدا الاس شنو؟ سالب واحد، باع على يدي. من اجي بنات اكامل اكس مرفوع الاس سالب واحد دي اكس. اذا على كلامي انا ما كاتب لك فت شرط انه ما عدا هذا الاس، صح؟ المفروض كلها اقدر اكاملها. اريد انت تستنتجين مو تحفظين. من اجي اكامل بنات ازيد الاس شنو؟ واحد، شو يصير؟ وقسم على الاس الجديد زائد سي. بنات يصير هيجي؟ ما يصير، صح؟ ليش؟ المقام صفر بنات، هذا حيطلع لنا غير معرف اصلا. زين، ايش راح نسوي؟ بنات الاسس كلها عاديه عدا من يكون الاس شنو؟ سالب واحد. هذا بعدين راح ناخذه، هذا النزله جوه. احنا مو قلنا ما ننزل، اي استاذ، هذا واحد حاله خاصه، واحد على اكس دي اكس بنات يكامل باللن، يصير لن الاكس زائد سي لاحقا راح ناخذه. حتى لا تنسي انه انا نبهتك عليه. فممنوع انا هسه اجيب لك، عادي اجيب لك كل الاسس عدا شنو؟ اذا جبت لسه هاي لن، هاي بعدين ناخذه. لازم نعرف مشتقه القاعده، تقول اذا كان البسط مشتقه المقام التكامل لن المقام، يعني البسط هو مشتقة مقام. المقام شنو مشتقته؟ واحد. إذا تلقي المشتقة فوق فالتكامل لأن المقام يسموها هاي بعد وعد هو كلش. فبنات هاي حالة خاصة. إذا هنا كل الأسس عادية عدا الأن لازم لا يساوي السالب. ليش هذا الجواب مالته بنات؟ فممنوع هسه أنا أقدر أجيب لكم أي أس كلها ما عدا بنات السالب واحد. هاي أول قاعدتين خلصت، اللي هي تكامل ثابت، تكامل متغير مرفوع الأس. متفقين؟ قاعدة، يلا بنات، القاعدة الثالثة والرابعة، يعني مو ذيك القواعد المهمة بس لازم أنبه عليها. أهم واحدة يا هي أكيد الأولى والثانية كتعلم، وأهم واحدة يا الخامسة بنات اللي هي من عدها راح ننطلق باتجاه التكامل. لحد الآن ده نتعلم الثالثة والرابعة، قلت لك هسه حاليا قاعده اعتياديه، بس حنبه على شغله، هاي الشغله تفيدنا بعدين. استاذ احكي لنا على القاعده تدلرين، باع على يدي. القاعده الثالثه
تكامل متغير مرفوع الأس. هسه اخذنا مو صح؟ بس بنات بصف الأس اكو ثابت ضرب مو جمع او طرح. تكامل متغير مرفوع الأس بصفه شنو اكو؟ باي. اذا كقاعده اعتياديه شغلنا العادي بنات عادي تخافي من هذا، راح اجي همين ازيد الأس واحد واقسم على الأس الجديد زائد سي. يلا بنات عبد الرحمن اقول لك خاف هذا فصل من طلعت. يلا بنات، يلا سفانه، يلا بنتي فاطمه حيدر طلعين، فاطمه مريم طلعين ترجعين شويه. ها يلا بنات، فالقاعده هي قاعده متغير مرفوع الاس بصفه اكو شنو ثابت لزق يعني ضرب مو جمع طرح. بنات عادي ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد والثابت ينزل. صعبه؟ مو على مود هاي السالفه راح نطيج هاي القاعده، لا على مود سالفه ثانيه اسمها اطلع برا. اللي مضوجني اطلع برا، يعني هاي القاعده مو داش عليكم، يعني هذا اذا مضوجش بنات الي حق اطلع وين؟ تبقين فاطمه؟ فباع بنات هنا أنا هاي اللي اريدها. اول شيء راح نشرح كحل اعتيادي انه هذا السؤال واحد تكامل اكس مثلا تربيع وبصفة 3 دي اكس. انت تحسين انه هذا سما ضوج ادري، ايش راح نقول؟ عادي بنات ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي وهذا ثابت ينزل نفس ما هو. ما مروجني صح؟ اختصر 3 ويا 3 حيصير بنتي اكس تكعيب زائد سي. هاي كقاعده مو فد شيء، ما يعني ما زيدنا على القاعده الثانيه. بس بنات راح نحتاج مرات انه هذا اقول له اطلع اذا مضوجك. حتقول ما مضوجني بنتي، لا اكو اسئله لازم اصلا لازم الثابت يطلع وين؟ برا التكامل حتى احل السؤال. ومرات لا انت تقولين استاذ يعني بدور هذا الثابت استاذ مضوجني فالج حق وانا سحبه برا التكامل بقى على يدي. نفس السؤال تكامل 3 اكس تربيع دي اكس. هسه ادري انه انت ببالك يعني استاذ مضوجني والله عادي اعرف انت، بس اكو اسئله حيصير الثابت شويه يضوج، فدا اقول لك انه القاعده تقول الج حق هذا الثابت وين اوديه؟ بقى بنات هسه اذا فاطمه مثلا طردناها برا تبقى فاطمه لو تتغير؟ تبقى فاطمه صار يجوز تبكي او ما اعرف. فبنات هذا الثابت من تطلعيه برا يطلع نفس ما هو، لا تقلبي ولا تغيري نشارته ولا تسوي له اي شيء، ثلاثه يطلع ثلاثه، فاطمه تطلع تبقى فاطمه مو؟ الا اذا دعملت بالدرج. بقى بنات تيجي نكمل بقى على يدي. هسه انا ما راح اكامل، استاذ والله ماكو داعي اطلع برا التكامل هذا الثابت، بنتي اذا اقول لك راح نحتاج. فانت خلي ببالك الج حق انه هذا الثابت مرات ينسحب برا التكامل كلش عادي، وهنا أنا اكس تربيع دي اكس. هسه اكامل بقى القاعده شو تقول؟ متغير مرفوع الاس، بقى هنا أنا ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي وكل شيء برا التكامل ينضرب بي. باي. من راح اجي اكامل ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي وكل شيء برا التكامل ينضرب نفس الناتج ولا لا؟ 3 يا 3 راح يبقى اكس تكعيب زائد سي. بس انت صار اكو ببالك فد شغله انه الي حق اطلع الثابت برا التكامل، من يطلع برا التكامل يطلع مثل ما هو بدون ما تغيرين اي شيء بي. متفقين؟ هو كسر يطلع كسر، عدد 3 يطلع 3، سالب 3 يطلع سالب 3. ممكن باع بنات هنا انا قلت لك انت كطالبه هسه ببالك نور عمر تقول صدق ترى ماكو داعي اعرف، انا بس داعي احنا من راح نجي نكامل بنات خلونا نطلع الثابت برا التكامل وكامل، لا اكامل بصوره سريعه. بس اكو اسئله ما تنحل الا هذا الثابت يطلع، راح نجيها. اكو اسئله يضوجك كلش
فإلك حق تسحبي حتى ليصير السؤال هوسه. فمثلا مثلا باع اثنين تكامل سالب ثلاثة على أربعة جذر اكس دي اكس. من أجاب على هذا السؤال؟ وين القاعدة؟ متغير مرفوع لس، بس شغلتين قلت ليش لا تسويها؟ لا تكاملين جوا ولا تكاملين شنو؟ جذر. جذر اكس هذا صاير؟ شو اسوي له؟ صاعده فوق شو يصير؟ اكس اس سالب نص، صح؟ لان هو اكس اس نص يصعد فوق. زين اقول لكم هاي السالب 3 على 4 انضوجتكم؟ والله انضوجتني، الى حق ما نوديها؟ برا التكامل، لان ثابت بنات ومضروب. هاي السالفه. بس قلت لك همينه مو هيجي. ناجز واحد يقول لا سهله علي، عادي ادري بيج، بس اكو مرات راح نضطر انه نسحب الثابت برا التكامل عادي هاي، عادي لو مو عادي؟ عادي، فهذا كله سالب 3 على 4 يعتبر ثابت بنات، هذا سالب 3 على 4 فإلي حق اقول له يابا اطلع برا، يسمع كلامه ويطلع برا. باش حيصير؟ حيصير ويساوي سالب 3 على 4، قلبته؟ سويت شرط موجب؟ تلعبين بيه. تكامل جذر اكس بنات هو شنو؟ هو اكس اس 1 على 2، يصير كامل جوه؟ وين كامل؟ حيصير اكس اس سالب 1 على 2 دي اكس. رجعت قاعدة عادية، تكامل متغير مرفوع الأس، شو أسوي؟ أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد سي وكل شيء برا التكامل ينضرب بي. نفس الشيء الأس من أجي أقول سالب واحد زائد اثنين على اثنين، أجمع البسط ويا المقام على المقام. هاي طريقة جمع من يكون الأس كسر. فباش حيصير بنتي؟ حيصير اكس اجمعي سالب واحد زائد اثنين واحد على اثنين، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد وكل شيء برا التكامل ينضرب بي. اسمعني مرتب هيجي؟ لا، اقلب رجع نزل، اجي اقلب ارجع انزل. ليش ما انزل ارجوان؟ مو سالف ارجوان، اقلب رجع لا تنزل. اجي الواحد على اثنين او اي اقول بيصير اثنين على واحد، صح؟ يعني اثنين عمي اقش مرجع خلي واحد في سالب ثلاثة على شنو؟ اربعة. شو يرجع؟ يرجع جذر اكس الداخل واحد والخارج اثنين زاسي. اختصر اثنين ويا الاربعة يبقى سالب ثلاثة على اثنين جذر اكس زائد سي. فهاي القاعدة الثالثة بنات، مو اختلاف عن القاعدة الثانية، بس دا نبهج انه الي حق الثابت يطلع برا التكامل، وبعدين احنا متفقين انه اي شيء برا التكامل ينضرب بالناتج. زين، بعدنا واصلين القاعدة الخامسة اللي هي اهم واحدة. ها مين تتي شنو؟ الاثنين؟ هاي اختصارت هاي الاثنين ويا الاربعة يا هو يا بنتي يا تقولي لي كله كله يلا دبع علي دي من نار. ها شلون؟ وين 12 اكو؟ وين 12؟ ها حطيت الواحد ناتي ما بنتي. يلا بقى تبوا وياي سالب 3 على 4 جذر اكس. لو هذا بوحده ريهام كان تكامل ثابت، كان راسا ضربنا الثابت باكس، صح؟ لو هذا بوحده متغير مرفوع الاس، هسه متغير مرفوع الاس مضروب ثابت، يا اما تبقي وتكاملين او هذا وين طلعته؟ برا التكامل. سالب 3 على 4 سحبته برا التكامل. هذا الجذر اكس بنتي هو اكس اس نص، كامل جوله فوق فوق، صعدته فوق حتى اقدر اكامل. شو نسوي هسه؟ ازيد الاس واحد سالب واحد زائد اثنين واحد على اثنين. زيدت الاس واحد وقسمت على الاس الجديد زائد سي وكل شيء برا التكامل ينضرب بي. اقلب رجع نزل، اقلب لو لا؟ اي ارجع لو لا؟ انزل لو لا؟ لا. فاقلب رجع لا تنزل، قلبته صار اثنين على واحد في سالب ثلاثة على اربعة. ايش رجعته؟
جذر الأصلة واحد واثنين، اختصار اثنين يا أربعة صار سالب ثلاثة على اثنين والجذر نفسه. أوكي زين، قولي مشكلتها. نجي بنات على سؤال، أو العفو قاعدة رابعة. القاعدة الرابعة تقول ها الله كريم وماكو احسن رب العالمين. يلا باي اجي بنات القاعده الرابعه. يلا باي همينا مو كلش مهمه، المهمه بنتي من الخامسه، الخامسه وفوق المحاضرات هي بدايه التكامل. يلا باي عليدي تكامل، ها شلون نصيغها بنات؟ اذا اجاري باي عليدي اجاري مجموع عده دوال بيناتها جمع او طرح، g of x زائد او ناقص h of x زائد او ناقص الى اخره الكل dx. بنات هذني يعني هذا تخافي من عندها، يعني هذا كانما x تربيع زائد x زائد 3، يعني التكامل بنات بيناتها جمع او طرح. شلون باهم عندنا سالفتين، سالفه راح نمشي عليها بنات وسالفه من احتاج اخليها ببالك. شلون سقت ليش منها كامل ثابت، العفو متغير مرفوع ليش مضروب ثابت؟ احنا من راح نجي بدور اكيد ما نجي الثابت اذا ما بضوجني ما اجي اودي برا وارجع، مو صح؟ راح اكامل بسرعه بس بدور بباله انه ممكن الثابت وين يطلع؟ برا التكامل. نفس السالفه هنا بنات. راح نشرح طريقتين، واحده راح نمشي عليها على طول السنه والاخرى عند الحاجه. تكامل اكثر من داله، اكامل كل داله بواحده حسب قاعدتها، يعني اكامل هاي واحد وهاي واحد وهاي واحد. يعني شلون قصدي؟ باع على ايدي اذا اجاك واحد تكامل اكس تكعيب زائدا اثنين اكس زائدا ثلاثة دي اكس. بنات تكامل شنو اجاني؟ عدة دوال بيناتها جمع او طرح. طبعا انتبهي انتبهي على ايدي الأس القوس مرفوع لسجد، هذا القوس محطوط على مود دي اكس. اوكي لان بنات القاعده الاخيره ريم هي قاعده قوس مرفوع الاس، يعني لو اكو هنا ثلاثه بنات تختلف السالفه، بس راح ننبه عليها. بس هنا بنات هاي الاقواس محطوطه لانه تكامل ذني الدوال كلها بالنسبه لدي اكس ويا لصفنين. ها ما اسمع اي بالضبط. راح اجي بنات من يجيني عده دوال بيناتها جمع او طرح ما يفرق، اكامل كل داله واحد حسب قاعدتها. يعني بنات شنو تكامل اكس تكعيب؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس جديد. شنو تكامل 2 اكس؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس جديد. شنو تكامل 3؟ 3 اكس اضرب الثابت باكس بالاخير زائد سي واحده نخلي. فضاع على يدي من يجينا عده دوال بيناتها جمع او طرح وتريدين تكامليها، اول شيء تاكدي اسمها هل القوس مرفوع لس لا 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 ليش خاله قوس؟ هذا ايش القوس عند دي اكس؟ ان الكل في دي اكس فعادي. راح اجي اكامل بصوره طبيعيه، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد، صعبه؟ اروح على وراها همينه رايح ابقي ثابت، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد، تكامل الثابت اضرب الثابت باكس بالاخير زائد سي. ها هي اختصر اثنين ويا اثنين ارتب الداله مالتي بنات يخلص الحل. زين اكو طريقه ثانيه هم راح احتاجها لان اكو موضوع اسمه جز ووزع. جز اسمعي بنات نفس السؤال، تكامل اكس تكعيب زائدا اثنين اكس زائدا ثلاثه الكل دي اكس. بنات هاي الشغلات اللي داح تشيها راح نحتاجها مثلا تكامل دوال مثلثيه. احنا ما قلت لكم او ما قسمت المفروض السؤال من البدايه الموضوع اقسمه شنو الدوال راح ناخذ. احنا بلشنا رسم الدوال الجبريه هسه من اخلص اقول لكم. بنات اكو طريقه تقول اني لي حق اوزع التكامل على كل حد. هذا التكامل ممكن يتوزع على كل حد، يعني ايش راح اسوي؟ نجوان راح اقول يساوي تكامل اكس تكعيب
وبعده شاخذ دي اكس. ما دا كامل دا اوزع بكيف يعني. زائد تكامل 2 اكس دي اكس زائد تكامل 3 دي اكس. هسه ترى ذيك اسهل اعرف بنات، يعني ماكو داعي اوزع التكامل اجي كامل كل واحد وحده. بس همينا بنات احد الاسئله راح نحتاج شغلتين، نحتاج ان الثابت يطلع برا التكامل، واحتاج انه اوزع التكامل. هسه من وزعت التكامل ايش راح اسوي؟ اكامل كل واحد بوحده حسب قاعدته. يعني بنات شنو التكامل اكس تكعيب؟ ازيد الاس واحد واقسم على اس جديد. هذا تكامل 2 اكس، ازيد الاس واحد واقسم على اس جديد. تكامل الثابت نضرب الثابت باكس زائد ما يفرق صح؟ بس بنات خلي ببالك انه ممكن باي نوزع التكامل. فذني القاعدتين الثالثه والرابعه بنات، اريد تفهمي لي الممكن. ممكن اطلع الثابت برا التكامل، ممكن ضح ايش اسوي؟ اوزع التكامل وكامل كيفي انا دا اشوف هيك صعبه علي. ها بنتي عادي اذا هنا طرح حط طرح هنا ما ياثر ما عليهم. شلون؟ ما هيك ما يباعون هيك لا، يعني اذا دي اكس نسيتي مال واحد لا ما هيك يدقق. زين هسه ايش نحتاج؟ هسه نحتاج واحده ناخذها نضرب مثل من يمام. لو طيف طيف كانت ام الكيم من هي؟ ها هيا هيا ماكو عاد انت طيف. بنات الملاحظه نفسها الملاحظه تقول ثلاثه تكامل. اسمعيني شويه، راح تجينا اكس تكعيب مثلا زائدا 3 اكس تربيع زائدا 6 اكس ناقص 2 زائد 1 او زائد جذر اكس الكل دي اكس. اسمعي على قاعده، قاعدة انه تكامل مجموع عدة دوال صح؟ كل واحد هواي دوال، خمس دوال بنات، بيناتها جماعة وطرح. اقدر اكامله؟ اقدر اكامله؟ اقدر اكامله؟ اقدر اكامله؟ اقدر اكامله؟ تقدرين؟ لا 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 صح؟ لازم اسوي اكس اس نص. زين ذني كلها نقدر نكاملها ما عدا ايش قد؟ ما عدا واحد بيهم. نعوفه لو لا بدون ما توزعين، يعني الي حق كامل هذا وهذا 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 ارتبه بس بعدين اكامله؟ لا. اسمع هنا يا بنات حتى ظل ببالكم نشاقه يا طيف شويه مو زعلان. طيف طيف عندها كيه ما راكبين كيات ابد ما شاء الله تخططتكم هسه كيف عندها كيف طيف ام كيه باي بنات الكيس قد الشيء 11 مو؟ عمي 9 او 10 اذا ركبوا بس 9 طيف تحرك؟ لا الا يركب واحد الاخ صح؟ هني يبي 500 دينار فلازم الكيه تقبط يلا تحرك. هنا بنات راح نقول باي انت هنا مشكلتك انت راكبه كيه اللي تحقق تقول ساق يلا امشي؟ لا لازم الكل ينتظر باي هذا ينتظر وهذا ينتظر وهذا ينتظر وهذا ينتظر على مود منه؟ على متقبط الكيه. هذا لازم ارتبه واكامل بخطوه واحده. استاذ احنا شو علينا يا حبيبي؟ احنا قاعدين وجاهزين وما علينا، انا اقدر اكامل ذولا كله. لا بنات ما يصير. اكامل هذا ورت ما يصير بنات، تكامل بخطوه. زين معقوله ان ذولا كلهم ينتظرون هذا؟ اي. مشكلته صاعد كيه مو صح؟ فباعي القاعده تقول شو تقول القاعده؟ الكيه تقبط يلا تكامل. يعني ايش راح نسوي؟ اسمعيني بنتي. راح اجي ما اكامل راسا، ذول ايش بيهم؟ ينتظرون. ينتظرون منو؟ ينتظرون هذا، باي راح ينزل. اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع زائد 6، ليش ما نكامل؟ مو نقدر. بنات مو اكو واحد ما نقدر، بعد عندنا نفر نقص. 6 اكس ناقص 2 زائد اكس اس 1 الكل دي اكس.
هسه طيف يا معود، يلا حركي عشان تقول لي يلا اوكي. هسه اقدر اكامل الكل؟ زين بنات، لو كان السؤال بدون هذا كان كاملت صح، ما عندي مشكله. زين يصير كامله 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 كامل واعوف هذا ارتبه وبعدين اكامل؟ ممنوع بنات تكامل بخطوه واحده، عسى ما الف حد، بس واحد ما مرتب الكل ينتظر. فهسه اجي اكامل كل واحد حسب قاعدته. تريدين توزعين التكامل؟ تريدين تكاملين مباشره بقى شلون؟ هذا متغير مرفوع له، شو نسوي؟ ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد. هنا ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد. نا ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد. تكامل الثابت نضرب الثابت باكس. همين متغير مرفوع الاس، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد. بالضبط. بالاخير اقول زائد سي مره واحده بنات، زائد سي. فواحد زائد اثنين صار ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين. لازم ارجع ارتب على يدي. اكو اختصار؟ لا. اكو اختصار؟ ثلاثة ويا ثلاثة تروح. اكو اختصار؟ ناش يبقى؟ نا ما عندي شيء. اقلب رجع لا تنزل بقى على يدي. راح يصير اكس اس اربعة على اربعة زائدا اكس تكعيب زائدا ثلاثة، اي روح ثلاثة اكس تربيع ناقص اثنين اكس بعد زائد اثنين على ثلاثة تحت الجذر اكس تكعيب والخارج الكل بنات زاد شنو؟ زاد سي. فهواية اسئلة مرات تجي القى الطلاب مكاملين وعايفين هذا، وبعدين بنتي ما يصير ما يصير تكامل بخطوة واحدة، مرة واحدة أكامل ومرة واحدة أخلي زائد سي. بنات هذه هي ملخص أول أربع قواعد، لتكامل ثابت، تكامل متغير مرفوع الأس، تكامل متغير مرفوع الأس بصفة أكو ثابت، تكامل مجموع عدة دوال. تكامل متغير مرفوع الأس بنات مضروب بثابت، إلج حق الثابت وين يطلع؟ برا التكامل. وتكامل مجموع عدة دوال إلي حق بنات أوزع شنو؟ التكامل وكامل. ومن يجي عدة حدود بس واحد مو جاهز لا تنسين الكي تقبط. يلا نكمل. وصلنا للقاعدة ايش قد؟ خامسة والأخيرة، بس هي مو الأخيرة، من هنا حيبدي بنات الموضوع يتفرع ويتشعب. هي القاعدة المهمة راح ناخذها كأساس، والمحاضرات جاية راح نبدي نتعمق، يعني من المحاضرة الجاية خلاص أسئلة وزارية بنات. أوكي؟ بنات وصلنا للقاعدة الأخيرة والمهمة. يلا ملك القاعدة بنات، كلش مهمة هذه، مو صعبة، بس هي من أنا لازم أبدي أعلمك شلون تفكرين. من راح يبدي التفاضل، العفو التكامل، من راح نبدي لازم يجي دوري، مو بس أحفظ وهاي لا، شلون أبدي أكامل. اسمعوني بنات، القاعدة الأخيرة هي قاعدة قوس مرفوع الأس. قبل لا أبلش بالقاعدة حتى لا يصير بالك ليش استاذ دي يحذف مشتقات داخل القوس، دي يسوي الاستاذ. اسمعوني بنات، اذا نجي نشتق قوس اكس تربيع زائد 2 اكس الكل اس 3، اذا تشتقوا لي احنا مو قلنا اشتقاق عكس التفاضل، عفوا عكس التكامل، في الباي هي هذا اللي لازم نحكيه الفهم مال الموضوع. حاشتق لك اول شيء، احنا ما نشتق نكامل، راح اشتق قوس مرفوع الاس، انزل الاس القوس نفسه، مو ايش نشتق ما نسيت، اطرح الاس من واحد في مشتق داخل القوس 2 اكس زائد شنو؟ 2. اسمعيني بنتي، اني هسه واقف هنا، اذا انا واقف هنا بديت امشي، بديت امشي اربع خطوات اشتقيت، اذا اريد اكمل بنات لازم ترجعين لمكاني صح؟ انا كنت هنا أنا من اشتقيتيني لازم من ارجع هاي المشتقه نفسها اكامل لازم ارجع المكان. افهمي شنو قصدي؟ انا من واقف هنا انا عباره عن شنو؟ قوس مرفوع الاس صح؟ بس قوس مرفوع الاس، اكو وياي شيء؟ باع سويري، جيت اول واحد نزلت الاس صار اكو اس نزل صح؟ اثنين قوس نفسه،
ثلاثة أطرح الاسم الواحد، أربعة في مشتق الداخل زين. إذا بنات سوحدة تصورني إذا أرد أرجع بق، أول شيء راح ينشال رجلها مني مشتق الداخل قوس، صح؟ مشتق الداخل قوس كانت موجودة؟ بقى من شنتان هنا بنين كانت عبارة عن قوس مرفوع الأس، نزلت الأس يعني ضرب القوس نفسه، أطرح الأس من واحد في مشتق الداخل قوس. هسه إذا ترجعين الفيديوهات باين علي راح تلقي ماكو مشتق الداخل قوس، صح؟ فأول شيء لازم نسوي من أكامل قوس مرفوع الأس أحذف مشتق الداخل القوس، هي ما كانت، صح؟ زين دقيقة بنات، احنا طرحنا الأس من واحد، شو أسوي لازماني؟ أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد حتى ترجع عدالة نفسي، تعب علي دي. من أجي إذا أرد أكامل هذه، شلون نكامل بنات؟ بعد ما حاكي بالتفاصيل، شلون أكامل قوس مرفوع الأس؟ باي أول شغلة تسويها من يجيني قوس مرفوع الأس أنا وياكم ندور على مشتقة داخل القوس، أدور عليها تقلبين الدنيا عليها، أجي اشتقي لي داخل القوس 2x زائد، فأدور على 2x زائد 2 وين أدور عليها؟ هي تلقيها لو يمنى لو فيار وين؟ يسرى لو جوه لو وين؟ فوق. زين بنات اكو مشتقة داخل قوس؟ لقيتيها؟ 2x زائد 2 موجودة بصف القوس، فالمفروض بنات من القاها احذف مشتقة داخل القوس. اول شغلة اسوي لانه ملك هي ما كانت مشتقة داخل قوس، فاحذف مشتقة داخل قوس. ارجع شو اسوي؟ ازيد الاس واحد، اجي بنات اكس تربيع زائدا 2x، ازيد الاس شنو؟ واقسم على الاس الجديد زائد، وهذا الثلاثة ينزل ثلاثة يا ثلاثة، رجع نفسه لو ما رجع نفسه باعي. فهذا منا بدايتنا حتكون شلون نكامل قوس مرفوع الأس. شلون أعرفه سهل؟ شلون أعرفه مبين؟ قوس مرفوع الأس. قبل شوية بنات همينة كان أكو قوس بس يسر ما كان أكو أس، فهذا القوس اللي كنا حاطيه على مدة أنه كان عدة دوال بيناته جمع وطرح. بعد من حبلش بالقاعدة هنا أنا بنتي راح يبدي التكامل صدق، يعني زينب ماهر منا لازم تبدون تركزون، لازم يبدي دوري أنا شلون أبدي أنظم عقلك إن شلون تعرفين تكاملين هاي الدوال. بعد عليدي وصلنا القاعدة الخامسة والأخيرة، بس حكتبها فوق، ليتكامل بنات قوس باعي قوس مرفوع شنو؟ قوس مرفوع الأس وليس متغير مرفوع الأس، قوس. اسمع بنتي شو نسوي استاذ؟ بنات أول ما يجيكم قوس مرفوع الأس راح نبدي نفكر، أول تفكير تسوي إنه أدور على مشتقة داخل، أوكي؟ إذا لقيتها، إذا ما لقيتها، إذا 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 راح نبدي بالتسلسل، أسهل حالة شنو؟ ألقاها، صح؟ إنه ألقى مشتقة داخل قوس موجودة. ورا اذا ما لقيتها ورا ورا ورا، فبنات راح نبدي نفكر بهاي الطريقه. اسمعيني اجابه سؤال، اول شيء لازم تعرفين انه هذه يا قاعده بنات تكامل اجاني هذا قبل لا تفكرين، يا قاعده اسمعي اجابه بدايه تكامل ثابت اكيد لا، ارجوان تكامل متغير مرفوع الاس لا، تكامل متغير مرفوع الاس بصفه ثابت لا، زين تكامل مجموع عدة دوال لا، لأن شناكو لو بس هيك مثلا جاية كان قلنا هي القاعدة الرابعة، بس بنات هذا تكامل قوس مرفوع الأس. إذا أول شيء الحمد لله والشكر اللي قفتي القاعدة إن هي قاعدة تكامل قوس مرفوع الأس، باعي بالاشتقاق كنا ننزل الأس القوس نفسه، أطرح الأس من واحد في مشتقة. اول شيء نسوي بنات ادور عليه من على مشتقة داخل القوس. اول شيء تسوي تعوفين كل شيء من يدك تجين على القوس، انتبه علي دي بنتي، اجي على القوس مو ادور هيك بنتي غير اشتق، حتعرف شيء شنو المشتقة اللي ادور عليها؟ مو هيك بس تباعين اشتق، هنا المشتقة بنات 3 اكس تربيع زائد 4 اكس، هذا من بالبرتقالي مشتقة داخل القوس. احنا شو نسوي؟ ندور على مشتقة داخل، ادور يمنه وادور يسره ومرات تلقيها فوق
ما يطبعين ملوك. ومرات ما نلقاها جو يعني، مو إلا والله هيك بصفها وتقول لي تعالي مشتقة، لا أنت بنتي مرات ها وين هيك باع. هذا عندكم صف بنات، صف القوس المرفوع لس، عندكم هذا البرتقالي نفسه بالضبط، نفس الأوس نفس الإشارة. فبنات معناها هاي الحالة السهلة إنه مشتقة داخل القوس موجودة جاهزة كل شيء ما تسوي لها. زين استاذ لقفتها رحم الله والديك، شو اسوي لها من القفها؟ احذف مشتقة داخل القوس. بعد طريقة الحل مو لقيتيها، احذف مشتقة داخل القوس، ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل ينضرب. هي بس زين استاذ دقيقة تدور عليها عشان تحذفها. اي بنتي ادور عليها لان ما كانت اصلا صح، من اشتقة والدالة هاي ما كانت. فاول ما اجي بنات هاي الحاله قلت لك راح تشوفين انه اذا مشتقه داخل القوس شبيهه موجوده، لان احنا بنات اتفقنا من يجيني قوس مرفوع الاس اول شيء تسويه ندور على مشتقه شنو داخل القوس. لقيتيها خير على خير، ما لقيتيها سبنات نبدي نتعمق بالموضوع. فهذا الأساس اللي لازم تعرفيه إنه إحنا ندور على مشتقة داخل القوس. يلا مشتقة داخل القوس 3x تربيع زائد 4x موجودة. رأسا بنتي أحذف مشتقة داخل القوس، شو أسوي؟ أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل. وايش راح يصير؟ ويساوي x تكعيب زائد 2x تربيع زائد 6. نزلت نفسه بس شو اسوي الاس؟ ازيده واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل ينضرب. ما عندي شيء برا التكامل، اذا خلاص الحل هاي. شفتي؟ يلا استبرق صح صحيح. فبنات هسه بدنا نحكي انه واحد مشتقه داخل القوس، هسه نجي نمسحها ونكتب مشتقة داخل قوس موجودة. ليش نحكي بمشتقة داخل قوس؟ لأن شاهد من عندش بنتي تكامل قوس مرفوع الأس أول شيء نسوي أدور على مشتقة داخل قوس. ما يقدر تحين وياه ولا غير شيء. يلا أجي على سؤال ثاني، أسأل نفسي كم قاعدة صار نعرف إحنا بيان؟ 5. تكامل الثابت سهل، وتغير مرفوع الأس، وتغير مرفوع الأس بصفة ثابت، تكامل مجموع عدة دوال بس بشرط القوس مالته مرفوع لسقط، يعني هاي بحيث انه اكامل بسرعة. بنات هنا شنو اجاك؟ اجاني الشمس تكامل اللي تشوفيه قبالك قوس مرفوع لس. باعوا هسه راح نبدي نتبرمج اتعلم انه القاعدة يا هي هاي، اهم شيء هاي بنات يا هي القاعدة دا اشتغل عليها. اباوع قوس مرفوع لس، اوكي جت فيان قالت استاذ هاي قاعدة بين قوس او تكامل قوس مرفوع شنو؟ مرفوع الاس. زين شنو اللي ببالك تسوي؟ ندور على مشتقة داخل القوس. بنات تعلموا من تدورون على شيء كتبوه كبار عينكم، يعني مو هيك بس اوكي ناسين كلش. شنو مشتقة داخل قوس بنات؟ 2x. ادورها يمنى موجودة؟ فوق؟ جوة؟ يسرى؟ اي نفسها بالضبط؟ ما ناقصة منها منها؟ لا عاد اجي واحد يقول لي قفت مشتقة داخل القوس رحم الله والديك، هاي بعد ما احتاجه. زين شو تسوين؟ احذف مشتقة داخل القوس. باي واحد احذف المشتقة، 2 ازيد الاس واحد اقسم على الاس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل ينضرب. هاي خلصنا. فبنات لانه لقينا المشتقة لحد الان بدنا نحكي انه مشتقة داخل القوس موجودة، اذا هاي الحالة هي القاعدة رقم 5 تحكي على تكامل قوس مرفوع شنو؟ واذا كانت بنات شنو هي الموجودة؟ من هي؟ مشتقة داخل القوس. فراح اجي انتبه على ايدي، احذف مشتقة داخل القوس، خليك ولي ما اشوفه بعد. هنا اجي ازيد الاس واحد اكس تربيع ناقص واحد، ازيد 3 زائد 4 7 على 4
على سبعة على أربعة زائد سي وكل شيء برا التكامل ما عندي شيء. صير يبقى هيجي؟ اقلب رجع لا تنزل. هذا ينقلب ارجع جذر بس ما نزله لان الاس مو سالب. شي يصير؟ أربعة على سبعة تحت الجذر اكس تربيع ناقص واحد الداخل سبعة والخارج زائد سي. بس هاي خلصنا. نجي على السؤال بعده. بعد بنتي. السؤال اللي بعده ايش ده شوفوا؟ لا مو جذر، قوس مرفوع الاس استاذ جذر. بنات هسه تعودوا، من تشوفين جذر ببطنه اكثر من حد فهذا قوس مرفوع الاس. دقيقه. شنو الفرق عن ذاك؟ بنات ذاك قبل شوي اخذناه كان الجذر ببطنه ده حد واحد. فمن يكون ببطنه حد واحد فهذا متغير مرفوع الاس. زهراء من يكون اكو اكثر من حد هذا شنو هو؟ هذا قوس مرفوع الاس. لا تبعنا الشيبس مفكره بس بالشيبس. باي اجي هنا استاذ اشوف الجذر. لا بعدين انت راح تتعودون. ها شو ما عجبك الحكي؟ يلا عبالي يلا شربي شربي لبن سيفن شنو قدامك. باي بنات هذا انا ما دابوع بعد قوس مرفوع الاس. لا بالعكس ما دابوع على جذر. تعلمي انه ما اشوف الجذر. ايش بدريك استاذ؟ ما هو مبين هذا قوس مرفوع الاس. إذا نجد يغلطني خلاه جذر. زين فقبل لا أبدي بالقاعدة أستاذ دير بالك ترى هذا تكامل إكس تكعيب زائدا ثلاثة إكس تربيع زائد أربعة إكس أس واحد. واحد على ثلاثة صح؟ جذر تكعيبي داخل واحد والخارج ثلاثة. وهذا بصفه ينزل بنات ثلاثة إكس تربيع زائد ستة إكس زائد أربعة الكل دي اكس. منو اللي يعتبر قوس قوس مرفوع الاس؟ اليمين ولا اليسرى؟ يسرى. هذا مرفوع الاس واحد بنات عوفي. هذا مشكلتي بهذا. زين هسه نجي عرفنا القاعده انه هذه قاعده تكامل قوس مرفوع الاس. بنات شو نسوي؟ ادور على مشتقه داخل القوس اللي نلقاها؟ لا طبعا لو سالفه سهله بنات كان راسها حلينا الاسئله كلها. نجي بنات ما ندور هيجي شفهي، اجي اكتبها جواها مشتقة داخل قوس 3 اكس تربيع زائد 6 اكس زائد 4. هذا اللي بالاخضر منه مشتقة داخل قوس، لازم شو نسوي؟ ادور عليه. موجود؟ فوق؟ جوه؟ يمنه؟ نفسه؟ بالضبط شو اسوي له؟ احذفه. احذف مش... طبعا هاي بنتي هاي دا اكتبها لكم. انه حتى ندور على هاي مو شمس هاي من هي مشتقه الداخل. استاذ لقيتها من تلك فيها راسا حذفيها وفرها راسا حذفيها خلي احذف مشتقه داخل قوس. شو اسوي؟ ارجع ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي وكل شيء برا التكامل اذا اكو شيء برا التكامل. اكس تكعيب زائدا ثلاثه اكس تربيع زائدا اربعه اكس أس زيد الأس واحد عافية أربعة على ثلاثة على أربعة على ثلاثة زائد سي. أكو شيء مرتب؟ أقلب رجع لا تنزل. هذا أجي أقلبه يصير شنو؟ ثلاثة على أربعة تحت الجذر إكس تكعيب زائدا ثلاثة إكس تربيع زائد أربعة إكس الداخل والخارج زائد. خلصنا متفقين هنا. فاذا بنات هاي حالات قوس مرفوع الاس. هنا المشتقه موجوده هنا موجوده هنا عود جاري جذر عادي. واذا جذر كل جذر بنات ببطنه اكثر من حد فهو قوس مرفوع الاس. اسمعوني وصلنا لتفكير ثاني. بعدها راح نبدي نفكر ونبدي نرجع من البداية ناخذ مثال على كل حالة حتى تبدين تربطين. يلا هيك نضبط التكامل. اجي على هاي كل زين اذا عرفت شنو هي القاعدة. قاعدة شنو هاي؟ قوس مرفوع الاس. من عندي قوس مرفوع الاس بيش افكر؟ ادور على مشتقة داخل القوس اللي القاها
لا راح ندي بنات شويه نتعمق. تعالي بنات، احنا قلنا ما ندوريك عمياوي. اجي اشتق 12 اكس تكعيب زائد 4 اكس زائد 4. عندكم هاي المشتقه؟ لا. اسمع بنت دقيقه. استاذ عندي تشبهه. هو انا بنات مو هذا اريده يصير مثل باعي. اسمعي بنتي، انا اريد اكو مثل هاي البرتقاليه، اريد مثل هاي القه. لا بنات لا لا لا، اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي شوي، اسمحوا لي. اسمعيني بنتي بنات، المشتقه ما لقينا السبب. باعي بنتي تختلف، هي بيها شويه لمسه من ادا يعني اكس تكعيب الاكس، بس ما موجوده نفسها. اذا اسمعيني بنتي، التفكير الاول راح، مشتقة داخل قوس ما موجودة. اكو تفكير ثاني نسوي، شنو هو التفكير الثاني؟ انه احنا نجيب مشتقة داخل القوس. دقيقة استاذ، اذا انا اجيبها يعني كل سؤال اخلي المشتقة واحذفها، لا مو قصدي. اسمعي، من اقول احنا نجيب مشتقة داخل القوس، مو معناه والله تجين داخل القوس تخليه وتحذفيه، هاي كلاوات صارت. بنات، من احنا نجيب مشتقة داخل القوس، نسميها نوفر. اوفر مشتقة داخل القوس باعي، يعني تلقين مشتقة داخل القوس الا شوية. مشتقة داخل القوس تلقيها بصف القوس مالتك، بس مو هي بالضبط. زين استاذ شو اسوي هاني؟ اكو شيء يقول باعي، الكم حق اضرب وقسم بارقام فقط. الي حق ضرب وقسمه فقط. يعني مثلا بنات، هذا ممكن يصير مثل هذا اذا ضربته بشقد؟ ضربته بشقد؟ خليت اكس، ضفت اكس من عندي، الك حق تضربين وتقسمين براحتك، 4 سالب 4 اي رقم يعجبك الك حق تضربين. قولي داني هسه هاي مشتقه داخل قوساني. زين ما عندي هاني، عندي هاي 3 اكس تكعيب زاد اكس زاد 1. زين هذا القوس كله اقدر اسوي يشبه هذا؟ اي، بس اضربه بشقد؟ ب4. اذا تضربين في 4 القوس كله شو يصير؟ 12 اكس تكعيب زاد 4 اكس زاد شنو؟ بس باعي مثلا هذا اكس تربيع زاد 9، هذا بس هذا السؤال راح ناخذه تكعيب. اوكي، شقد مشتقه داخل القوس؟ شقد؟ اللي حقه خلي فيه اكس. لا مالك حق بنتي تخلي اكس، اذا هيك يعني كل المشتقات نقدر نوفرها. بنات مالكم حق تخلون اكس، مالكم حق تقسمون على اكس، مالكم حق زائد رقم ممنوع، ناقص رقم ممنوع، فقط ضرب وقسمه. بنات فادتك فادتك، ما فادتك وغير تفكير. يعني مو والله هي محتاجه استاذ اقول لك ارد 2 اكس، تجي منين ما تخلي 2 اكس تحذفها ل 2 اكس؟ ماكو حكي. تريدين مثلا انت عندك اكس تريدين 2 تدللي نعطيك 2 عادي، ما عندي مشكله، بس اكيد لازم نسوي شيء ثاني. فبنات مالكم حق تضربون بمتغير اكس ولا تقسمون ولا جمع وطرح ممنوع. يعني شنو قصدك استاذ جمع وطرح؟ يعني تكامل اكس تربيع زائدا 2 اكس القوس مرفوع تكعيب دي اكس، وهنا عندك عندي 2 اكس. باي، قد مشتقة داخل القوس؟ 2 اكس زائد احتاج زائد 2 هنا لحق؟ لا اضرب عادي، ضربي في 2 بس ما تخلين زائد 2 ممنوع. جمع طرح اي شيء ممنوع بنات، فقط قسمه وضرب بارقام، متفقين؟ غير هذا ما فادتكم بنات، اكو تفكير لاخ. فاسمعيني، هنا من جيت سالتكم سؤال، شلون راح ندي نفكر؟ بنات من تلقون قوس مرفوع لوس او جذر اللي هو معناه قوس مرفوع لوس، اول تفكير عسل شنو؟ ندور على مشتقه داخل الحاله الاولى انه القاها قدامي. اذا القاها شو اسوي لها اماني؟ قولي ما نايمه، قولي ما نايمه، شو اسوي اذا القاها؟ احذفها. زين التفكير الثاني، اذا المشتقه ما موجوده نحاول اجيب مشتقه داخل القوس. بنتي مو تجيبيها تلزقيها، لا، تلقين بنات واحده تشبه المشتقه، شو تسوي لها؟ اصبغها شويه. زين من اصبغها الهاي الي حق بنات اضرب باكس؟ اجمع اطرح الي حق شو اسوي؟ اضرب واقسم بارقام، فقط ارقام. تعالي
استاذ اقول لك هاي والله باع شوي اراد اصبغ شيء تكحلها يطلع نفسها، شلون؟ شو اسوي لبنات؟ اضربها في اربع. باعي مو هاي اسوي تشبه هاي. انا اريد القى مثل البرتقاليه، فهذا القوس ايه تضربي في اربعه. يعني انا مو اسوي هاي تشبه هاي، لا انا احكم، انا القوس مرفوع لس، انا اقول مشتقتي موجوده، فمو انا هذا غير حتى يصير يشبه هذا، لا تمام؟ فهذا اللي يتغير بنات. فاجي هذا شو اسوي لحتى يصير مثل هذا؟ اضربه في اربعه. زين تعالوا بنات، صار هي حظيات بكيفكم تضربون باربعه؟ لا اكيد مو كيفي. من تجون بنات تضربون معادله، مو تضربون طرفين؟ صح؟ معادله بالرياضه تضربون في اثنين، تضربون طرف واحد لو طرفين؟ اللي حق، فاضرب الطرفين موازنه صارت. فبنات هنا لازم اكو شيء تسويه، يعني مو بكيفك تجي منه والله منه اضرب في اربعه استاذ. لا لازم اكو شيء بنات نسوي. اسمعي بنتي هسه باعي 3 اكس اس 4 زائد 2 اكس تربيع زائد 4 اكس الكل شنو؟ كل تكعيب. هذا القوس حضربه في شنو؟ هسه حخليكم 4 هذا كله ضربته في شنو؟ 4. حتى من اوزعه على هذا القوس يصير هو نفسه مشتقه الداخل. زين ضربت في 4 ب4، شلون اكحل الهاي سالفه؟ شلون بنات برا نخلي مقلوب الخليتي، خليتي 4 برا شنو؟ 1 على 4. ضربتي في 2 برا 1 على 2، لانه بنات كانما هاي الاربعه ويا هاي الاربعه شبقة، كانما كل شيء ما سويت. تخلين هنا 1 على 4 برا شو اخلي؟ 4. فاذا هنا بنات سالب 4 سالب 1 على 4، فاي شيء تخليه خلي مقلوب برا عادي. اتفقين؟ بس بنات لا تنسون قبل شوي قلت لكم من تطلعون الثابت برا يطلع نفس ما هو، صح؟ بس من بنات اني اضرب بثابت او اقسم اخلي مقلوبه برا حتى كانما ما حد يدري ايش سويت، لان كانما اربعه ويا اربعه تروح. هسه اسمعي نرجع تكامل، 1 على 4 تبقى برا. تكامل 3 اكس اس 4 زائد 2 اكس تربيع زائد 4 اكس الكل اوزع بنات 12 اكس تكعيب زائد 4 اكس زائد الكل دي اكس. هسه تعالي رجعت القاعده نفسها، هذه قاعده شنو بنات؟ قوس مرفوع الاس موجوده مشتقه بصفه، شو اسوي لها؟ احذف مشتقه داخل القوس وارجع ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي وكل شيء برا التكامل بقى على ايدي. راح اجي اقول 3 اكس اس 4 زائد 2 اكس تربيع زائد 4 اكس الكل اس ايش قد؟ على ايش قد؟ زائد وبرا التكامل بالضبط، كل شيء برا التكامل ينظر بي صار 4 في 4 16. متفقين شمس؟ هنا بنات شنو هنا سوينا؟ باعي التفكير الثاني نوفر مشتقة داخل القوس، نوفرها بنات. يعني شنو نوفرها؟ اجيبها بنات. ما لك حق تجي عائشه تلزق لي المشتقه نفسها، قالت لا استاذ باع انا عندي اياها، هاي عندي اياها المشتقه بس شوي هيك صبغتها منا منا انا طلعت نفسها. يعني سويتي لها خليتي اكس؟ قالت لا طبعا. زين جماعتي ضربتي؟ قالت لا، بس الي حق اضرب واقسم بشنو؟ بارقام. مو تقول الاستاذ قال والله استاذ انت قلت لنا حق نوفرها ولزقت لي 2 اكس، كيف؟ لا ضربي في 2، ضربي في 3، قسمي على 2، قسمي على رقم موجب سالب، كل عادي ما عدا بنات تخلون اكس او تجمعين وتطرحين. اجاني سؤال مثل هذا منا شويه بدا وزار، يعني هذا السؤال وزاريه ثلاثه لا تستهزون باي سؤال. يلا نعسانات اجاني بنات، شلون نفكر؟ هسه احنا التفكير انه هاي تكامل قوس مرفوع الاس. زين انت شو تسوين؟ ندور على مشتقة داخل القوس، ممكن نلقاها؟ اي. اذا ما لقيناها نحاول نوفر مشتقة داخل. زين اذا ما لقيتها نور واذا ما اقدر اوفرها
راح تجي بنات حالات خاصة نبدي نفكر سوية. شو عرفت قوس مرفوع الأس؟ هو قوس مرفوع الأس. أدور على شنو؟ أدور على مشتق الداخل. إيش كان مشتق الداخل قوس؟ إيش عندك؟ شو تريدين؟ قولي انطيني. انطيج عادي ناش اخلي وهنا واحد على اثنين كلش عادي. انت مو تريدين اثنين ضربي في اثنين وبرا واحد على اثنين فرا ما على يدي. تكامل اكس تربيع زائد واحد اس ثلاثة على اربعة دي اكس. تكامل قوس مرفوع الاس مشتقة قضحة اثنين. اكس شعدتش شي تريدين انطيك اثنين. اش تنطيني؟ هات اثنين ولا تنسين تغلسين برا. شنو هذا منو؟ شو اسوي له؟ احذف مشتق داخل القوس ارجع ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي وكل شي برا التكامل فضع حيصير اكس تربيع زائد واحد ازيد الاس واحد سبعة على اربعة على سبعة على أربعة زائد سي وكل شي برا التكامل ينظر بي. رتب أقلب رجع لا تنزل. هذا حقلب شي يصير أربعة على سبعة في واحد على اثنين باختصار طبعا. هذا يرجع تحت الجذر اكس تربيع زائد واحد الداخل سبعة والخارج زائد. أكيد بنات اختصر أربعة ويا الاثنين يبقى اثنين على سبعة والجذر نفسه. بعدني إنه دا أوفر مشتق داخل القوس. بعدنا بنفس الموضوع. اسمعي. نعم عينتي. خمسة. بنات. أي. بنات باعوا. تكاملات سؤال التكامل. هي ثلاثة سلاكو. واحد من عندها تجي ثلاثة أفرع. كامل كامل كامل. ترك واحد. فتجاوبون اثنين كل واحد على خمسة. اوكي فبنتي اسئلة التكامل تكامل حلو بي. اكو سؤال يجي بي ترك فرع حمين. يعني هو فرعي تركين بي. هو فرع بحده بي واحد اثنين ثلاثة تركين واحد. فلازم نجاوب هذا الفرع. والمساحات تجي سهل المساحات. فالتكامل بنات همي يسيطر عليه بس بعد ما تكمل. يعني من اكمل دوال جبرية واخذ لكم مثلا فد محاضرة عدة دوال يلا طخ عندك الفكرة. فهسه انت جمعي معلومات ببالك. اسمع بنتي. هاي 23 ما اتذكر جماعة حالات خاصة بعد بعض ما اخذي بعد. اسمع يا نور اجاني هذا تكامل اكس وجوه 3 اكس تربيع زائد 5 اس 4. هسه بنات بعد المحاضرة الجاي ابدي اسوي عن نفسي ما اعرف كل شيء ابدي افكر وياكم. لو هذا جاينا شنو الأسوي؟ الأستاذ قال لي لا تكامل جوا صح؟ يعني أول فكرة ببالي وين أصعده؟ زي من أصعده فوق حيصير قوس مرفوع الأس. عندنا إيش قاعدة؟ إي بس من عندي قوس مرفوع الأس الأستاذ قال لازم ندور خلاص أصعده فوق يساوي باي ويساوي تكامل هذا الإكس ينزل ما عليه بالسالفة. قوس كامل من اصعده فوق فقط الاس الكبير يتغير يعني ما عليك بالداخل 3 اكس تربيع زائد 5 اس سالب 4 شنو بنات؟ دي اكس. زين ها دقيقه عندنا ايش قاعده؟ قوس مرفوع الاس ومن عندي قوس مرفوع الاس نجي ندور على مشتقه داخل القوس ايش قلت؟ اجي ادورها موجودة يمنه يسره فوق جوه لا. زين عندك وحدة تشبهها؟ ايش عندك انت؟ ايش تريدين؟ اخلي هنا ستة وبرا عادي لو مو عادي؟ عادي برات باي. فهو من جوه ما دا اعرف شلون اكامله. لا استاذ انت قلت لنا لا تكاملون جوه لا تكاملون جذر فصعدت فوق صار آية قاعدة تكامل بنتي قوس مرفوع. اول تفكير ماكو غيره ادور على مشتق داخل القوس يجوز القاه يجوز اوفرها يجوز 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 كم تفكير بنات وخلص. مشتق ايش قد وانت ايش عندك؟
أضرب بستة وبرة رأسا واحد. بنات إيدكم وبوجهكم عليه من على المشتقة. أحذف مشتقة داخل القوس. شو أسوي؟ أزيد الأس واحد باعي ثلاثة إكس تربيع زائد خمسة. أزيد الأس واحد وقسم على الأس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل ينظر بي. أقلب ما عندي، رجع نزل إيه ليش سالب. فبنات ما عندي أقلب، المقام عادي بس رقم مو كسر، الأس مو كسر بس الأس فيه، وين مكانه؟ أرجع جوا. الستة في سالب ثلاثة سالب 18، بنات فوق حيصير واحد ما يبقى شيء فوق بعد. نانا سالب 18 والقوس ثلاثة اكس تربيع زائد خمسة، السالب ثلاثة صير موجب ثلاثة لا تنسين زائد سي. فبنات لأنه هذا الأس سالب وين نزلته؟ نزلته جوا بنات وكملت اعتياد. اجاني هذا السؤال لازم افكر صح زين، ها ما اسوي جذر. احنا قلنا اقلب رجع نزل، اقلب لا رجع لا نزل اي. اجي على هذا ايش ده تشوفوا؟ عافيه ده تشوفوا جذر انتو؟ لا ايش ده نشوفه؟ قوس مرفوع الاس. باي هسه بديتي شويه تفكرين وياي، هنا اكس وهذا اكس تربيع زائد تسعة اس واحد داخل على الخارج. زين هسه نبدي نفكر بعد من عندي قوس مرفوع الاس شو اسوي؟ ادور ما قلت لي احذف عافية، ادور على مشتقة داخل من يقول موجودة؟ اجي بنات مشتقة داخل قوس ايش قد؟ 100 اكس عندك؟ لا. زين اقول لك عندك بس اكس؟ اي. احتاج شنو؟ برا شو اخلي؟ اضرب في اثنين وبرا واحد. اقول لكم هذا في اكس من هو؟ مشتقة داخل القوس. احذف مشتقة داخل القوس وارجع ازيد الاس واحد واقسم على الاس الجديد زائد سي، وكل شيء برا التكامل ينظر بي. صح النوم. باش حيصير؟ اكس تربيع زائد تسعة اس، ازيد ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين زائد سي، وهنا كل شيء برا التكامل ينضرب. اقلب ارجع انزل، اقلب رجع لا تنزل. هذا اقلب شو يصير؟ اثنين على ثلاثة في واحد على اثنين تحت الجذر اكس تربيع زائد تسعة الداخل والخارج اثنين ويا اثنين، يبقى واحد على ثلاثة تحت الجذر اكس تربيع زائد تسعة اي سي زائد سي. هذه بنات قواعد خمسة. بعد مثالين بنات، هذه اول خمس قواعد. اسمعيني بنتي شوية، منا الاساس بده. المحاضرة الجاية هي المهمة جدا، محاضرتين جاية اثنين ثلاثة هي بنتي تكوين فكرة. اسمعيني شلون نكون فكرة، شلون المفروض هسه بنات اني اختم بسؤالين شوية بها فكرة. اوكي بس خلينا اوكي نعتبر بعدنا قاعدة اساسية. محاضرة جاية بنات جدا مهمة، راح نفوت بعد بالعميق. اتفقين؟